الريسبتورز دول
كيف عندك مبارو ريسبتورز، بارو ريسبتورز معناهم بيستجيبوا للتغيرات في الضغط. بيستجيبوا للتغيرات في الضغط، كلمة بارو معناها ضغط. يبقى دي مستقبلات الضغط، بارو ريسبتورز. البارو ريسبتورز دول موجودين في أماكن مهمة خالص، على رأسهم الأرتريز والأتريوم. الأرتريز والأتريوم، الأرتريز موجودين مكانهم في الكومن كارتد أرتري، موجودين في الأور بارو. تمام؟ طب في بارو ريسبتورز معناها مستقبلات تستجيب للتغير في ضغط الدم. في كيمو ريسبتورز، كيمو ريسبتورز، كيمو ده معناها انهم ايه؟ بيستجيبوا لتغيرات في الكيمستري بتاعت الدم. مين في الكيمستري بتاعت الدم يهمنا هنا؟ الاكسجين والسي او 2 والبي اتش. التغيرات في ضغط الاكسجين، التغيرات في ضغط ثاني اكسيد الكربون، التغيرات في البي اتش بتاعت الدم. دي كيميكال، دي كيميكال ستيميلاي. التأثير بتاعها مين يحس بيه؟ يحس بيه كيمو ريسبتورز. الكيمو ريسبتورز دول هتاخد في الريسبيريشن ان هم نوعين، بريفرال وسنترال. انا هنا جاي اتكلم على البريفرال، اللي هم مكانهم في برضه في نفس المكان في الكومن كاروتيد ارتري وفي الاورتا. طيب اللي في حاجه اسمها كورونري كيمو ريسبتورز وبلمري كيمو ريسبتورز هنقولها في الاخر. دول اقل في اهميتها، دي اهم حاجه احنا هنتكلم عنها النهارده علشان التسبب بتاعها الارتيريال بارو ريسبتورز والاتريال بارو ريسبتورز وبعد كده ايه؟ الكيمو ريسبتورز اللي هم الارتيريال. طيب هنا ده القرص بتاع الاورطه اهو، عارفين اورطه القرص طبعا من اقل مش كده برضه؟ توزيع الناحيتين في ريسبتورز اسميها ايه؟ اورطه بارو ريسبتورز او اسميها الاورطه القرص اورطه ساينس ريسبتورز. تمام؟ الاورطه طالع منه مين؟ الشريان الكبير قوي ده اسمه كومن كاروتيد ارتري، وكومن كاروتيد ارتري بيتفرع فرعين، فرع اسمه انترنال كاروتيد. برضه في الكاروتيد ارتري في هنا حاجه اسمها كاروتيد سايتس، دي مليانه بمين؟ بريسبتورز بتحس بالضغط بتاع الدم. زي ما انتم شايفين ليه الاورطه؟ طيب ليه ربنا عاملين يعني بالذات في الاورطه؟ عشان الاورطه ده هو اللي بيغذي الجسم كله، الجسم بتاع كله بالدم مش كده برضه؟ فطبيعي ان يبقى فيه البريشر بتاع الاورطه بيحكم الفنتجن، الجسم بيقدر يضخ قد ايه او ما يضخش على حسب مين؟ حسب البريشر في الاورطه. فاكرين عندنا الدور الكارديو سايت كنا بنقول ده فيه تغيرات في مين؟ في الاورطه البريشر. فالتغير في الاورطه البريشر ده هي فيه ريسبتور مخصوص بيحس بيها اسمه ايه؟ الاورطه كارو ريسبتور. طب ليه الانترنال كاروتيد والكومن كاروتيد يعني؟ عشان دول بقى اللي موصلين الدم لمين؟ للمخ فوق. عشان كده فيه ريسبتور تعمل ديتكشن للتغيرات اللي بتحصل في البريشر عشان تطمن البرين اذا كان الضغط ده هيوصل له كويس او لا. تمام؟ يبقى ده مكان مين؟ البارو ريسبتورز، مكانهم في القرص بتاع الاورطه هنا بنسميه اورطه بارو ريسبتورز، او مكانهم في الكاروتيد فسميهم كاروتيد ايه؟ ساينس. في نفس المكانين دول برضه في ريسبتورز جنبهم تاني اللي هي الكيميكال ريسبتورز. في نفس المكانين دول جنبهم بشويه كده في كيميكال ايه؟ ريسبتورز. بسميهم برضه ايه؟ اورطه كيمو ريسبتورز، بسميهم كاروتيد بودي، كاروتيد بودي او كاروتيد ايه؟ كيمو ريسبتورز. خلاص في نفس المكانين، يبقى في نفس المكانين هنا في بارو ريسبتورز زائد كيمو ريسبتورز. البارو ريسبتورز بتحس بالتغيرات بتاعت ضغط الدم، الكيمو ريسبتورز بتحس بالتغيرات في مستوى الاكسجين في الدم، وثاني اكسيد الكربون في الدم، والبي اتش بتاعت الدم. ليه في المكانين دول بالذات؟ ده الاورطه اللي بيغذي الجسم كله بالدم، وده الكومن كاروتيد اللي بيطلع عشان يوصل الدم للبريك بتاعك هو اهم حاجه في الجسم. خلاص؟ السؤال ده او ده الريسبتور ده المفروض بيه ناس عصب، والعصب ده اللي بسميه اخر الكناز هو اللي هيوديه ناحيه مين؟ ناحيه السنتر فوق. يعني هو السنتر التارجت ممكن سنتر والبطن ممكن سنتر. يعرف منين ان ضغط الدم تحت قليل او عالي؟ من خلال مين؟ من خلال العصب المرتبط بالريسبتور. تمام؟ من خلال العصب المرتبط بالريسبتور. اهو ادي الريسبتور حاسس ان ضغط الدم عالي، يطلع العصب. العصب ده يطلع لحد السنتر فوق يقول ده يقول ده سنتر ايه؟ لو ضغط الدم عالي اتصرف. اتصرف زود الهارت ريت، قلل الهارت ريت، زود الفاتور موتور، اعمل فاتور كونستريكشن، اعمل فاتور ديليتيشن، خلاص يبقى هو اللي بيوصل ايه؟ الرساله. يبقى الرساله دي مين حاسس بيها؟ الاستروفين حاسميها الريسبتور. مين طلع بيها فوق؟ العصب. خلاص؟ العصب طلع بيها لمين؟ للسنتر. السنتر يعمل ايه؟ يتصرف. على حسب السنتر رايح حاجه. طب هيتصرف السنتر يبعت
الاوردر لمين؟ يبعت الامر لمين؟ يبقى عصب تاني نازل من عنده. عصب تاني ايه؟ نازل من عنده، نازل مثلا على الهارت او نازل على الجوز فيزلز. خلاص؟ عشان يضيقها او يفتح مثلا الهارت عشان يزوده او يقلله. تمام؟ هنا الافرنت نيورون، الافرنت نيورون اللي طالع ده لفوق بيبقى فيجاس نيرف او غرفه فرنجيا نيرف. مش عارفه فرنجيا نيرف اللي فيها قدره متخبطه، الفيجاس او مين؟ خلاص من الستة فوق اللي نازل منه. طب هو مين اللي نازل عشان يزود الهارت ريت او يقلله؟ حسب سين بس كل مره سين بس لو الريسبونس بتاعك انك هتقلل الهارت ريت يبقى كده اللي نازل بيشارك دي فيجاس صح؟ لكن لو الريسبونس انت هتزود الهارت ريت يبقى كده اللي نازل في الاشاره دي مين؟ تمام؟ لو انت نازل عشان توسع الجلوت فيزل او تضيقها يبقى برضه سين بس يبقى بره سين بس على حسب المكان. يبقى ده من ناحيه ايه؟ الريسبتورز والاهميه بتاعتها وارتباطها. طب تعالوا نشوف ايه الريفلكسز المرتبطه بمين؟ بالريسبتورز دول. الريسبتورز دول ممكن يقدروا يعملوا ايه؟ اللي اسمهم ايه؟ تاني صوره تاني اهو شايفين الاخ ده؟ ادي الاورست بتاع الاورست اهو وهنا مكان مين؟ الاورست بارو ريسبتورز وادي الانترنال كاروتيد وهنا مكان مين؟ الكاروتيد بارو ريسبتورز وادي الفرع بتاعه الفروع الكتيره بتاعته دي عشان تبقى في مين؟ طيب علشان اقول ايه الريسبونس بتاع البارو ريسبتور ريفلكسز هما موجودين في الرسمه دي بس يعني الخط مش واضح انا اصلا دلوقتي البارو ريسبتورز اللي هما الاورتك والكاروتيد دول مظبوطين من حيث ضغط الدم تمام. طيب لما ضغط الدم يزيد هما بالذات يحسوا بالزياده في ضغط الدم هما بيشتغلوا لما ضغط الدم يزيد عن مستوى معين يعني مثلا ضغط الدم احنا ايه مثلا 160 الطبيعي بتاعنا 160 ده ال 100 دي سيستوليك ومنتهى ده سيستوليك هما بيشتغلوا على حاجه اسمها مين بريشر مين يعني متوسط ضغط الدم هتعرفوا الكلمه دي في المحاضرات الجايه ان شاء الله بيشتغلوا على حاجه اسمها مين ارتيريال بريشر لو المين ارتيريال بريشر ده اقل من 60 هما يوقفوا شغلهم اللي هما مين البارو ريسبتور اللي قلنا عليهم يبقى البارو ريسبتور لو المين بريشر المين بريشر اقل من 60 ما يشتغلوش زاد من 60 بقى 70 بقى 80 يشتغلوا بدرجات معينه بدرجات على حسب بقى الزياده كام كل ما زاد البريشر كل ما هم ايه يشتغلوا اكتر طب لما البريشر يزيد لما البريشر يزيد البارو ريسبتور اللي في الارتريز اللي هم الكاروتيد والاورتيك اس يعملوا ايه؟ يبعتوا بسرعه لمين؟ الكارد انهبيتنج سنتر فوق ويبعتوا للفارو موتور سنترز يبعتوا لهم ايه؟ والله ده البريشر زاد ده البريشر زاد يبقى تعمل لي ايه؟ المفروض تعمل ايه عشان تقلل الهارت؟ السنتر ده ازاي يتصرف عشان يقلل البريشر؟ محتاج ان هو يوسع ويعمل ايه صح؟ يشغل مين؟ الفارو دايليتور سنتر فيعمل ايه؟ فارو دايليتيشن زاد فيزنس طيب برضه علشان اقلل البلد بريشر اعمل حاجه ثانيه اقلل الهارت ريت ليه؟ لما اقلل الهارت ريت بعد شويه هتقل الكونتراكتيف بتاعت الهارت واقل الكونتراكتيف بتاعت الهارت السيستوليك بريشر يقل تمام؟ يبقى ازاي وصلت اشاره الريسبتور ده حس الاشاره ان البلد بريشر بيعلى يعلى معناها ان هيبقى توصل اشاره السنتر فوق السنتر يتصرف ازاي؟ اقلل الهارت ريت رقم واحد رقم اثنين اوسع النوعيه الدمويه عملت ده وده يبقى كده هقلل البلد بريشر الموجود تمام؟ هاخد نقطه كده في نقطه لما البلد بريشر يزيد الهارت ريت يقل ده قانون لما البلد بريشر يزيد الهارت ريت يقل ده قانون اسمه ايه القانون ده؟ اسمه ميرز لو دايما نسالك ايه الميرز لو؟ ايه الميرز لو؟ تقول لما يزيد البلد بريشر يقل الهارت ريت على طول يعني بروفايدنج ثابت بشرط ان باقي العوامل اللي بتحكم الهارت ريت تبقى ثابته تاني
لما يزيد البلد بريشر يقل الهارت ريت دايما لا بروفايد ازاي بشرط انا ايه الشرط بتاعك ده ان كل العوامل اللي بتاثر على الهارت ريت غير البلد بريشر تبقى ثابته خلاص ده ميرز لو بسبب فكر اوامه خلاص وبسبب ظاهره الميرز لو دي موجوده في الفيجاتون انتوا عارفين الفيجاتون ايه تأثير مستمر من الفيجا في ناس على مين؟ على الهارت ريت. يعمل فين التأثير ده؟ ان باستمرار البارو ريسبتورز في النورمال بريشر بتبعت انهبيتوري امبلسز للكارديك انهبيتنج سنتر. وباستمرار بتنزل اشارات عصبيه من الفيجا في ناس على الاس اي نوت فتقلل الهارت ريت. يبقى الفيجا التون ده اصلا كان ريفلكس معمول بمين؟ بالبارو ريسبتورز اللي موجوده ان هي باستمرار كل ما البريشر في زياده بيبعت اشارات عصبيه من خلال فيجاس نيرف للسنتر الكارديك انهبيتنج سنتر وبناء على كده بتقلل ايه؟ الهارت ريت. طيب العلاقه ما بين البلد بريشر وقت خلاص الفيجاس نيرف ده عارفينه خلاص مستمر وموجود دائما وابدا خلاص الا لما يجي لك سمباتيك صبايه قويه قوي قوي فتروح توقف تعمل انهبيشن شويه للفيجاس ماشي؟ طيب ايه رايكم؟ القانون الاول اللي بيمارس هو من اهم القوانين يا فندم، انا دايما بقول لكم الحاجات المهمه في المنهج بتاعنا بنسال عنها واحنا ما نحبش طالب يعدي من سنه اولى ويبقى مش عارفها. يعني في حاجه اسمك فيها وفي حاجه لا. يبقى مارس لو ده علاقه بين ايه وايه؟ ضغط الدم، طب يشوف ضغط الدم يحصل ايه؟ يقل الهارت ريت. بروفايد ذات كل العوامل، كل فاكتورز، اكيد هارت ريت او كوليسترول. تمام؟ يبقى ده اسمه ميرز لو. طيب تعالوا نشوف ايه؟ التأثير الثاني بتاع الفيرو ريسبتور ان هو لما يزيد البشر فيه يعمل ايه؟ يعمل فازو دايلاتيشن لما يبعتوا اشاره بلاد فيزل يعالي بيعمل ايه؟ بيقلل بيوسع الاوعيه الدمويه وكمان بيقلل الريسبيرتور ريت. طيب الحاجه اللي بعد كده يا اخوانا ايه؟ الافكت بتاع الاتريال بارو ريسبتورز الافكت بتاع مين؟ الاتريال بارو ريسبتورز الاتريال بارو ريسبتورز دول برضه بيحسوا بضغط الدم اللي موجود في مين؟ في الاتريال في الرايت اتريال بالذات وبرضه كمان في الليفت اتريال طب هو البريشر في الرايت اتريال جاي من فين؟ جاي من الدم من الفينوس ريتير الدم اللي بيتجمع فيه الاتريال على طول الكارديو سايكل الفينوس ريتير يعني اصلا اقول لك لما بيزيد الفينوس ريتيرن يبقى هيزيد شغل مين؟ الريسبتورز الاول ماشي؟ يبقى هنا الاتريوم البارو ريسبتورز بتوع دول بيحصل لهم ديستنشن امتى؟ لما يزيد الفينوس ريتيرن يبقى كل ما يزيد الفينوس ريتيرن كل ما هيزيد شغل الريسبتورز دول كل ما هيعملوا ايه بقى؟ هيزودوا الهارت ريت يبقى الاتريوم بارو ريسبتورز لو اكسيتيشن بسبب ايه؟ زيادة الفينوس ريتين هيترتب على كده ايه الريسبونس بتاعتك؟ زيادة في الهارت ريت. يزيد الفينوس ريتين يحصل اكسيتيشن للايتر بارو ريسبتورز يزيد الهارت ريت. طيب هو بالعقل والمنطق ده ليه ده يحصل يعني؟ لما يزيد الفينوس ريتين يزيد الهارت ريت. عشان اعمل ايه؟ عشان اضخ اكتر. خلاص ازود الهارت ريت عشان اضخ كل الفينوس ريتين ما خلوش واقف في الهارت. يبقى كل ما يزيد الفينوس ريتين يزيد الهارت ريت ايه؟ عشان اضخ كل الفينوس ريتين ما خلوش واقف في الهارت ما خلوش الدمع في الهارت ويبوظ الشامبر بتاع الهارت ويوسعه خلاص يبقى كل ما يزيد الفينوس ريتين كل ما يزيد مين؟ الهارت ريت النظرة اسمها بينبريدج ريفلكس اسمها ايه؟ بينبريدج ريفلكس طيب هو برضه لما يزيد البريشر في الرايت اتريوم يبعت اشارات عصبيه لمين تاني؟ للريسبيرتوري سنتر فوق اصل الكارديك والريسبيرتوري سنتر دول اخوات وحبايب كتير قوي من الاحيان يزيد الهارت ريت يزيد الريسبيرتوري يقل الهارت ريت يقل الريسبيرتوري والقاضي بالعكس بس المهم ان في يعني ايه صله وثيقه خالص ما بينهم فلما يزيد الفينوس ريتيرن اللي رايح الرايت اتريم الرايت اتريم هيضخهم على مين؟ على الرئتين على اللنج طب يبقى اللنج محتاجه تعمل ايه؟ تزود الريسبيرتوري ريت عشان تجدد الهواء الموجود باستمرار في الالفيولاي علشان نعمل لهم ايه؟ اكسجينيشن اسرع. فلما يزيد الفينوس ريتير يزيد الهارت ريت اسمه ايه؟ بيمبريدج ريفلكس. طب لما يزيد الفينوس ريتير
يجي يدرس باشمهندس روايه كمان اللي اكتشف الحكايه دي واحد غير بيمبرج، هو بيمبرج ده اسمه واحد بس اللي اكتشف العلاقه بين فينا خريتير ورسمات الريت ده كان واحد اسمه هاريسون فسموه هاريسون الاساس. خلاص؟ بس في الحالين الاستيمولس بتاعتي مين؟ الاتريال بارو ريسبتورز. في حاجه ثانيه تعملها الاتريال بارو ريسبتورز؟ ايوه في. لما الاتريال ريسبتورز تشتغل بسبب ان في فينوس ريتيرن زياده والهارت محتاج باور في الكونتراكت عشان يشتغل اللي هو فرانك ستارد الاولى فاكرينه؟ فرانك ستارد النقطه اللي بيقول ايه؟ لما الفينوس ريتيرن يزيد لما الانيشال ديس بتاع المسل فايبر يزيد يزيد الكونتراكت بتاع الهارت عشان برضه هتضخ كل الفينوس ريتيرن. يبقى بيضخ كل الفينوس ريتيرن ازاي؟ بان ازود الكونتراكتيفيتي وازود كمان مين؟ الهارت ريت. طب الهارت ريت هيزيد والكونتراكتيف بتاعته هتزيد، مش البلس سبلاي بتاع الكورونا اللي محتاج انه يزيد؟ علشان كده لما تشتغل هي كمان لما يحصل اكسيتيشن للاتريال ريسبتورز يحصل فازو دايلاتيشن في الكورونري ارترز. وفي اسم واحد كده بين قوسين مش لازم تعرفه. خلاص؟ يبقى دي كلها ريفلكس مبنيه على شغل مين؟ البارو ريسبتورز. لما البارو ريسبتورز تشتغل بسبب ان الفينوس ريتيرن شاد هيؤدي الى زياده في مين؟ في الهارت ريت، هيؤدي الى زياده في الكورونري ريت، هيؤدي الى زياده في مين؟ في الكورونري بلاد فلو فازو دايلاتيشن في الكورونيس. خلاص؟ يبقى ده كل ده بناء على مين؟ على شغل مين؟ الاتريال بارو ريسبتورز. الاتريال بارو ريسبتورز، تمام؟ طب تعالوا نشوف الارتيريال كيمو ريسبتورز. اسمهم ايه دول؟ كيمو ريسبتورز. كيمو ريسبتورز يعني بتستجيب لمين؟ للاكسجين سي او 2. هما بما انهم يعني دول كيميكالز اللي بيحكموا اصلا اشتغال ريسبتورز، فالاصل في الاستجابه بتاعتهم انها ريسبتورز. لكن تاني في علاقه وثيقه ما بين الريسبيريشن والهارت. يعني اقول لك لما عيان في هيبوكسيا لما يقل الاكسجين تنشن عادين كده كلنا في مكان الزحمه ده خلاص ومقفلين كل حته مفيش اي وسائل للتهويه بعد شويه كلنا او في الكورونري حصل مثلا حاجه سيفير هايبوكسيا
الاساسيه والاداء، لان في كيميكال سبستانسز تطلع من البلاد فيزلز للتيسوس. الحاجه السيفير للايريتانت دي بتاثر، تروح تعمل اكسايتيشن للريسبتورز اللي هم كورونري اند بلونري كيمو ريسبتورز. الكيمو ريسبتورز مش بتاع اكسجين سالفيت كربون، الكيمو ريسبتورز لاي ايريتانت سبستانس. خلاص؟ طب اي ايريتانت سبستانس غيرهم بقى، لو في تشخيص لقيت حاجه وحشه قوي كده وحاجه ايريتانت قوي، ايه المصلحه؟ ان انا اوقف دخول الماده دي للدم بتاعي. عشان كده الريسبونس ليها ان انت بتقلل الريسبيرتوري ريت، بتقلل الهارت ريت، وبيحصل بقى احيانا هايبوتنشن. خلاص؟ يبقى دول اسمهم كورونري اند بلمري كيمو ريسبتورز، الاكسيتيشن بتاعهم يؤدي الى ايه؟ ديكريز الهارت ريت، ديكريز الريسبيرتوري ريت، ديكريز البلد بريشر. علشان ايه؟ علشان امنع دخول المزيد من الماده السيئه دي، بعمل الريسيشن لمين؟ للالفيزاي بتاعتي. ولو بالنسبه للكورونريز في بعض الامراض، ولا بيبقى فيه سيفير هايبوكسيا ستيميا، بيبقى في بعض الكيميكال سبستنس اللي مش مستحب انها توصل للدم، فبرضه بيحصل بسببها ايه؟ ديكريز للهارت ريت مع ريسبيرتوري ريت ومعها هايبوتنشن. تمام؟ الكلام ده كله انا قلته امتى؟ قلته في المحاضره اللي قبلنا دي. Temperature. اقولها بسرعه كده كلكم.
تقول سلايدس مره اثنين ثلاثه اقوم من فوق مره اثنين ثلاثه بتلاحظ دايما لما يبقى درجه حراره الجسم عاليه بيحصل في ايه؟ بتحس ضغط ماله؟ شغال بقى يدق بقى الهارت ريت قوي الكونتراكتيفيتي قويه والهارت ريت عالي كتير مع الفيفر بيحصل ايه؟ زياده في الهارت ريت زياده في الباور بتاعت الكونتراكتيفيتي بتاعت الهارت خلاص يبقى مع الفيفر الهارت ريت يكون كل زياده درجه مئويه واحده 15 ضربه في الهارت ريت بتزيد يعني انت نورمال 37 بقيت 38 كان المفروض النورمال الهارت بتاعك 80 لما بقيت 38 الهارت بتاعك بقى 95 خلاص يبقى الهارت ريت بيزيد وصار كل زياده درجه واحده مئوي بيزيد كام في الهارت ريت 15 بحد خلاص التأثير ده طبعا بسبب الحرارة ايه تأثير الحرارة بيجي من فين؟ بس ده التأثير بتاع الفيزياء عشان الفيزياء لما الحرارة بتزيد حرارة الكائنات بتزيد يبقى حرارة الصودا والبوتاسيوم هيزيد يبقى في ديبولاريزيشن أكتر ها مش كده برضه؟ لما الحرارة تزيد يبقى الإنزيمات تشتغل أكتر يبقى الكونتراكتيفيتي بتزيد أكتر يبقى مش عارف إيه دي يمسك أسرع مش عارف مين يبقى الكونتراكتيفيتي بتزيد والباور وكل ده تأثير فيزيائي بحت بتاع مين؟ بتاع الفيزياء طب لما اجي اتكلم بقى عن مين؟ خلاص يبقى انا كده ايه؟ خلصت من البروتين ده اللي هم الهيبر اليميوليشن والاثيرو تمبرشن. هيبر اليميوليشن مثلا ايه؟ الادرينالين والنورادرينالين. الادرينالين مش مين فيه تاثيره اقوى؟ الادرينالين والنورادرينالين. الادرينالين تاثيره اقوى دايما على الهارت ريت. الادرينالين يزود الهارت ريت. طب النورادرينالين برضه هيزود الهارت ريت. بس النورادرينالين ليه تاثير قوي خالص خالص على مين؟ على البلد بريشر. بيعمل سيفير فالف كونستريكشن مع سيفير فالف كونستريكشن هيزيد بلد بريشر فبعد شويه ممكن يقل الهارت ريت بالميرز لو ممكن بعد شويه يقل الهارت ريت بالميرز لو اللي انا قلته من شويه وهو الهرمون التاني خلاص يبقى ده ايه الهيمر ريجوليشن طب السيروكسين ليه بيزود الهارت ريت؟ عشان حاجتين السيروكسين ده هرمون الميتابوليزم قفز قوه الميتابوليزم بتاع كل حته في جسمك من بينهم الاس ان بيزود الكوليسترول بتاع الاس ان او فزود الهارت ريت الحاجه الثانيه ان هو بيزود عدد الريسبتورز بتاعت الادرينالين على الاس ان او فيخلي الادرينالين يشتغل احسن خلاص مش مشكله بدأ تعرفوا اسم ايه طيب تعالى نشوف ايه النيرف اوف ريجوليشن هو اللي هنتحكم فيه معاكم شويه نيرف اوف ريجوليشن من فين النيرف اوف ريجوليشن بيجي؟ بيقول لك ده في اما ان الامبلس بتبقى جايه من السيركيوتري سيستم. الامبلس جايه من مين؟ من السيركيوتري سيستم او امبلس جايه من ريسبيراتوري سيستم او امبلس جايه من سيريبرال كورتكس او من هايبوثالامس او من حته تاني في الجسم. يعني اقصد الريسبتورز بتاعتك اللي هتاثرك على الهارت ريت دي يا اما ريسبتورز موجوده ضمن الكارديو فاسدر سيستم موجوده في الارتريس زي مين اللي جوه الارض اللي قدام دلوقتي حالا؟ الكيمو ريسبتورز مش الكيمو ريسبتورز مكانهم في الارترس يبقى نحسبهم على مين؟ تمام؟ طيب او النار في الريسبيراتوري سيستم يعني تقصد ايه بالريسبيراتوري سيستم؟ اقول لك موضوع في الالفيلا الالفيلا لما تضيق وتوسع تتملك الهواء او تهضم من الهواء دي هتاثر على الريسبيراتوري ريت هتاثر على الهارت ريت كمان ودي انبسط من مين؟ من الريسبيراتوري سيستم طب اقصد ايه بس من السيريبرال كورتكس السيريبرال كورتكس فوق بقى خلاص في بقى والهايبوثالاموس هما الاثنين مع بعض الهايبوثالاموس السيريبرال كورتكس مواقف كتير قوي قوي ايموشنز انفعالات كتير قوي تخليك قلبك ينط وتقرب من الفرحه او يخليك ايه؟ يعني يخلي الهارت ريت بتاعك يقل من ايه؟ السيريبرال كورتكس خلاص بس انا قلت لك هاي بسرعه هاي بسرعه في مكان اصلا من الحاجات اللي بتحصل الاوتونوم مش كده برضه الانتيرو هاي بسرعه من الديار اخدت الاوتونوم الانتيرو من الديار كانت هاي بسرعه بس دي تحكم السيمباتيك والبوستير من الديار كانت هاي بسرعه بس تحكم ايه؟ او انا عكسهم مش عارف هاي بسرعه بس تحكم السيمباتيك انت بردان مني شغال في المساتك ولا بره؟ بره وانت بردان اشتغل في المساتك
مدير الفرق ليه في مدير المصري طول مدير الفرق وانت بردان اشتغل مين؟ اشتغل الشمباسيتي فبردان اشتغل البوستيري وهو بسلامة المدير الشمباسيتي طيب ده بصل من اثر بارش قرزبودي يعني ايه بصل من اثر بارش قرزبودي؟ على سبيل المثال الفيل البيل حسب انا في كل مغص خلاص البيل في اتعورت في حاجه في اكسس في ايدك وعامل لك الم مش عارف خالص فالبيل بيأثر على الهارت ريت ازاي؟ بنقول البيل لما يبقى مايلد تروموديا البيل ده يشغل سيمباثيتك يشغل الهارت ريت لكن السيفير بيل في الستيمولاس تشغل بره سيمباثيتك تقلل الهارت ريت وتقلل البلد بريشر خلاص؟ يبقى ده ايه من اثر بارت البودي في ايه تاني من اثر بارت البودي من الكروبوريسبتورز مين الكروبوريسبتور طبعا انتوا سنه اولى لسه ما تعرفوش مين الكروبوريسبتورز دول كان تيجي تعمل ناوي تلعب رياضه ناوي تعمل اكسرسايز ناوي تطلع بره تاني بس مكان البودي خلاص فمن اول كده النيه مسبقا ان انت تطلع دي سيريبرال كورتكس فالسيريبرال كورتكس بتاعك يبقى في ايه الكارديا سنتر فيزود الهارت ريت يبقى دي من ضمن الكورتيك كمان سيريبرال كورتيك الافكت بتاع سيريبرال كورتيك الايه بس من سيريبرال كورتيك طب وانت بقى بتجري وانت بتركب وانت خلاص العضلات بتاعتك فيها ريسبتور اسمها ايه؟ بروبريوسبتور البروبريوسبتور اللي موجوده جوه العضلات دي تبعت من خلال اللفه طويله قوي لمين؟ للكارديا هيبتدي سنتر وتزود الهارت ريت مش اسمها جشاشات بتزيد الهارت ريت برضه؟ خلاص يبقى دي امبسس من اثر بودي من اثر بارس بودي ودي مهمه قوي بنسميها الم سمير كريسلس وبنسال فيها كتير ده ايه الامبسس من فين من السكيلتال ماسلز البروبوسيبتس موجوده في السكيلتال ماسلز تبعت اشارات عصبيه للكارديو سنتر فتزود الهارت ريت اسمه ايه الم سمير كريسلس نرجع نبدا كده من الاول للاخر النيرف ريجوليشن امبس من السيركيلاتوري رقم واحد ريسبيراتوري رقم اثنين سيريبرال كورتكس هيبقوا سلم اثر راس نروح للسيركيلاتوري امبس من السيركيلاتوري مين اللي محسوب عليها قلنا الارتيريال باروريسبتورز الاتريال باروريسبتورز البريفرال كيموريسبتورز ليه عشان دول كل مهم مكانهم فين في الهارت بلود فيزلز خلاص عشان كده حسبناهم كلهم على مين على السيركيوليتوري سيستم نفس الصوره ونفس الكلام خلاص الارتيريال بارو ريسبتور قال بقى ايه الميريس لو الارتيريال بارو ريسبتور في الميريس لو الاستمرار بتاعتك هي مين زيادة في البلد بريشر كل ما البلد بريشر يزيد كل ما الارتيريال بارو ريسبتور موجودة في الاورطة وموجودة في الكومن كاروتيد ارتري تعمل فايرنج اكتر تبعت لمين؟ للكارديو انهبيتوري سنتر تشغله تقول له ايه؟ قلل الهارت ريت يزيد البلد بريشر يقل الهارت ريت ده اسمه ايه؟ ميريز لو طب هي بتعمل ايه تاني؟ يقل الهارت ريت زائد برضه دايلاتيشن في البلد بريشر علشان تحاول تعمل ايه؟ تقلل الارتيريال بلد بريشر اللي زاد دلوقتي تمام؟ الريفلكس ده يشتغل حلو قوي لما يبقى سبب الزياده مثلا في البلد بريشر ان واحد ايه اخد محاليل مثلا او اخد نعمل دم زياده او يشتغل حلو او برضه لما يبقى فيه سمسير في السجن ماشي طيب عشان انتوا دخل انتوا مكتوبات في الكتاب مين ال مين اللي طلع بالاستمرار في من البار ريسبتور؟ الفيجاس نايف زي ما قلت لكم صبح الفيجاس نايف اي مكان طلع من انا حته طيب مين اللي نزل بالاستمرار؟ مين اللي قال الهارت ريت؟ برضه الفيجاس نيرف يبقى الافريت والافريت بتوعك هما مين؟ هما الفيجاس نيرف والسنتر مين؟ الكارديك انهبيتنج سنتر اشتغل واشتغل كمان الفاس دايليتور سنتر تمام؟ مكان الريسبتورز دول اللي هما مين؟ الارتيري باور ريسبتورز قلنا مكانهم في الاورطه ومكانهم في مين؟ في الكارديك ارتيرز في بعض الناس بيبقوا حساسين قوي في المنطقه دي بالذات مع كبر السن يبقى المنطقه بتاعت ال هم الكومن كارديو ارت ده تحت ايدك كمان خلاص هو اللي هي بتاعت القميص ايه؟
بتيجي عليه. فبيقولوا في بعض الناس بيبقوا حساسين قوي للكارت ريسبتور تايم دي بتبقى حساسه قوي. لدرجه ان هو مثلا ايه لما يجي يزرع الزرار اللي فوق خالص ده بس فيجي ايه ده بقى يضغط على مين؟ على الريسبتورز بتوع اللي في الكومن كارتد. ده ضغط من بره مش ضغط ده المجتمع. ده ضغط من بره انت عملته على مين؟ على الكومن كارتد. فهتبقى النتيجه بتاعته ايه؟ انه يقلل الهارت ريت ويوسع الاوعيه الدمويه بقى يقلل البلد بريشر قوي. وتلاقي الواحد ايه؟ يحصل له فينت يغمى عليه بسبب ايه؟ الضغط الدم بتاعه قل. فتبقى ايه؟ حاجه بسيطه. خلاص بيسموها ايه؟ كاروتيد ساينس سندروم. اسمها ايه؟ كاروتيد ساينس سندروم. يبقى لما دي بقى بتحصل امتى؟ بعض المرضى بيبقى عندهم ايه؟ هايبر سنسيتيف الكاروتيد بايرو ريسبتورز. اول ما يجي ايه؟ او يحط ايده كده او حد يمسك من رقبته كده لا يحصل له ايه؟ هايبوتنشن. سيفير هايبوتنشن جت من فين؟ جت من الكاروتيد ريسبتورز الموجوده هنا تحت ايدك دي هايبر سنسيتيف. فلما لمستها كده من بره لقيتش تاني البريشر عملناها سيميليشن. هي المفروض ان هي بتستجيب للمين بريشر بتاع الدم اللي معاك جواها. خلاص ده كده لما ضغطت كده ما انت برضه طلعت من ده اكسيتيشن. خلاص فلما تضغط طلع من بره يحصل ايه؟ هتبقى سيميليتد فتؤدي الى ايه؟ ديكريز في الهارت ريت سيفيرلي هايبو تنشن. خلاص تلاقي العيال يحصل له ايه؟ سينكوبي او بيسموها فازو فيجا سينكوبي اسم تاني ليها بسبب ايه؟ الارتيريال بارو ريسبتور. تاني بنقول الميرز لو هو علاقه ما بين الزياده في ضغط الدم يؤدي الى نقص الهارت ريت بروفايد الفات. دايما نحب البروفايد الفات في الاخر. خلاص اذر فاكتورز كنترول هارت ريت او افيك هارت ريت ار ايه؟ كوليسترول. طب برضه ايه؟ الكلام ده دايما بتعرفوه ولا في اكسبشن يعني دايما يعني كل ما زاد البلد بريشر الهارت ريت يقل؟ لا مش دايما. بدليل انت مع السمباثيتك ستيميليشن هما الاثنين بيزيدوا. خلاص مثل ما خدنا في السمباثيتك لما تبقى في سترونج سمباثيتك ستيميليشن الهارت ريت بيزيد البلد بريشر بيزيد. طب في الاكسرسايز برضه هما الاثنين ايه؟ يزيدوا. خلاص يبقى ده ايه؟ اكسبشن لمين؟ للميرز لو. طيب ايه تاني في الميرز لو؟ طيب اذا كان لما يزيد البريشر اذا كان لما يزيد البريشر ده كله بيحصل الديفيوز بتاع التريد ويحصل فصل زي ده. اما لما يقل البريشر يعمل ايه؟ الفايروس ريسبتور توقف ايه؟ البيس تشارج بتاعه توقف السيجنال اللي بتبعتها فوق. فبناء على كده يحصل ايه؟ لما يقل الهارت ريت لما يقل البلد بريشر الكاروتيد تقلل السيجنال اللي طالعه بيها للسنتر في فوق. خلاص فالكارد فاسكولار سنتر يخف التاثير عليها من الريسبتورز دول ويحصل زياده في الهارت ريت. فدايما قبل ما تلاقي العيال اللي عنده هايبوتنشن عنده معاها كيف كارد تلاقي دايما العيال اللي عنده هايبوتنشن ضغط دمه قليل تلاقي ماله عنده تاكي كارد. خلاص برضه ده السيجنال الوحيد غير التسليم. طيب هرجع تاني معلش. لما يزيد البلد بريشر يقل الهارت ريت صح؟ ولما يزيد البلد بريشر يحصل برضه دايلاتيشن فيقل مين؟ خلاص حد بقى عنده ضغط دم مرتفع. ما اللي عندهم ضغط دم مرتفع. اذا كان الجسم من جواك كده لما يزيد البلد بريشر هيوسع لك الاوعيه الدمويه ويقلل وحدك. ما كانش بقى حد يقول تفضل من الدفع مش كده برضه؟ طب ده اللي بيحصل؟ في حاجه اسمها ريسيتنج. يعني ايه ريسيتنج؟ هما شويه البر والستر دول عباره عن اعصاب شغالين قطع اشارات عصبيه دلوقتي اشتغل دلوقتي اشتغل بعد ساعه بعد ساعتين فضل شغال ساعه 2 3 4 حتى 48 ساعه بعد كده يتعب. يتعب من كتر ايه؟ ما اشتغل. هو لو قدر ينزل بلد بريشر مثلا في ستيمولس خلص بلد بريشر 150 اشتغل نزل بلد 140 حلو. لو قدر ينزل بلد 130 ممتاز.
طيب شغل في سيستم اصدار 150 وقفته ونزلته لحد 140، عمل كل اللي عليه خلال يومين تعب ومش قادر يشعر 140. بعد شوية ايه هو يقول ايه، طب انا فضلت عايش على يومين 140، طب ما خلي 140 دي هي نيوست بوينت بتاعتي اعمل ايه تاني ريسيتنج. يعني ايه ريسيتنج؟ يعني البار ريسبتورز دول حاسين ان النورمال بتاعهم 100، اتغير الوضع حواليهم وبقيت 120. ماشي، كان 120 بالنسبه ل 100 دي عالي، فهو بيجتهد عشان ينزلك لل 100. تمام، اجتهاد وصل لحد 110 وفضلت مستمر على 110 يومين. لا هيقول ايه، خليني على 110 دي، بدل ما السيت بوينت بتاعتي كانت 100 والنورمال بتاعتي كانت 100، لا خليني اعتبر ان النورمال بتاعي 110. ولما تيجي استمرار تاني تزودني من ال 110 فوق ال 110 اشتغل تاني. مفهوم؟ خليني اشتغل ايه؟ انا في الاول خالص وانا طبيعي البلد بريشر بتاعي 100 وشغال على الوضع ده كويس. جت استمرار من بره خليتني 120. يبقى انا هعتبر ال 120 دي ايه؟ بالنسبه لي عالي. تمام؟ هجتهد واحاول اقللها. قللتها لحد 110 وفضلت لحد يومين. بعد يومين انا هعتبر ان الطبيعي بتاعي مش 100 ده بقى 110. فلما تيجي تستمر مثلا شغال تبقى 140 احاول ارجعها ل 110، ما اقدرش ارجع ل 110 ارجع ل 130. خلاص؟ اعتبر ان النورمال بتاعي بعد شويه بقى 130. في سنه صايد عليك بقيت 160، اروح اعتبر ان ده السيت بوينت بتاعتي كل شويه بتعلى بتعلى بتعلى. خلاص مش عارف اديها مثل، بس كلكم كده انتوا طالعين ايه مساويه عامه كلكم جايبين 100%. فكلكم داخلين المفروض انتوا ممتازين جدا. مين بقى عارف ازاي كده في ناس طلعوا بالتالي؟ بعدين ما عرفت، لا قدر الله يا رب يكون اللي موجودين وما يحصلش منهم حد منهم ممتاز. احنا بنصح اول ما تيجي تبقى ممتازه على فكره، بنصح اول ما تيجي تبقى مش كويسه. فانت جاي دلوقتي اول السنه كانت طموحك بتاعك ولا كنت بجد؟ طموحك على سنة انك تاخد امتياز على طول. نعم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب هتيجي تحسن مجال جدا. خلاص؟ هتيجي تجرب على ترقيم ثلاثة لو انت ماشي بقى ايه؟ على طول لفوق. أو لا قدر الله يعني. وتروح تاني. بس البوينت بتاعتك هي ان انت طول عمرك في الجنة الأولى والتانية انت مش على الدرجة اللي بتقولها. خليك كده على طول. خلاص؟ البايرو ريسبتورز بيتعبوا. فانت حاول يعني ايه تشد حيلك ما تتعبش كتير يعني. البايرو ريسبتورز بيتعبوا. فالنوع ادابتيشن بيتأقلموا على الوضع ده. الضغط بريشر بتاعك كل ما يزيد هم بيحصل لهم ريسيتو على النيو بلاد بريشر اللي هو مش طبيعي. خلاص؟ عشان كده بقول لك هما دايما بيشتغلوا حلو قوي امتى؟ في الاكيوت كونديشنز. بيشتغلوا حلو قوي في الاكيوت كونديشنز، يعني في حاجه شربتها شفتين فيها ميه، ما الميه هتشربها دي هتروح فين؟ هتروح على البلازما بتاعتك، هتزود حجم الدم بتاعك، حجم الدم بتاعك هيزيد هيرفع ايه؟ البلازما بتاعتك. فهي ايه بقى؟ تقلل بتوسع السرايين شويه لحد ما الكلى تتصرف وتعمل ايه؟ وترجع الوضع اللي كان وصل. فهي حلوه قوي في الاكيوت كونديشنز. عشان كده بنسمي برضو البارو ريسبتورز دول بنصنفهم على انهم وسيله من الوسائل السريعه لخفض ضغط الدم. هتاخد انت بعد كده محاضره كده طرق المحافظه على ضغط الدم في الجسم بتاعك والفاكتورز افكتنج والحاجات بتعمل ريجوليشن. فانا اقول لك ان البارو ريسبتورز دول
the short term regulation. The short term regulation. يشتغلوا بسرعة، يحاولوا يقللوا ضغط الدم بسرعة على قد وسعهم، وبعد كده إيه الجسم يدور على غيرهم بقى عشان يشتغل. الجسم يدور على إيه؟ على طرق تانية ينزل بيها الضغط بريشر غير مين؟ غير الأعصاب اللي بتتعب بسرعة. طيب ال دي بقى عن الأرتيريا الباروسيتور فيما يخص تأثيرهم على وعلاقتهم بمين بالدبل شيفت، وقلنا الفيريك لو ده المهم عادي. طب نيجي للبتاع التحت دي اللي هي ايه بقى هنا الاتريال باروسيتور. الاتريال باروسيتور لسه من شويه قلنا ان الاتريال باروسيتور شغلهم ازاي لما يزيد الفينوس الدم، يزيد الدم اللي بياخد الاتريا، يبقى الريسبتور دي تبقى في السنتك تشتغل تؤدي الى زياده في الهارت ريت. سميت ده ايه؟ بامبرج ريفلكس. وبرضه كتير بنسال في البامبرج ريفلكس. يبقى البامبرج ريفلكس لما تيجي الفينوس الدم لما يحصل اكسيتيشن للاتريا بره الريسبتور يزيد الهارت ريت. تمام؟ نعم. طيب لما يزيد الفينوس ريتيرن يزيد الهارت ريت، قلنا ده ريفلكس. خلاص يزيد الفينوس ريتيرن، الاتريا بره السنتر تشتغل تبع في السنتر فوق، خلاص يحصل انهبيشن للكارديو كيفتين سنتر، وبناء على كده مين؟ يزيد الهارت ريت. لا في جزء تاني بنسميه دايركت افكت. يعني دايركت افكت؟ يعني لما يزيد الاتريا فوليوم الفينوس ريتيرن ده الاس ان نود اللي هي موجوده في الاتريا نفسه الاس ان نود الموجوده في الاتريا نفسه هي كمان تبقى ديستند الفايبر بتاعتها تبقى ديستند وتشتغل اكتر ويتجمد الهارت ريت منها لنفسها اكتر. عشان كده بنقول ده بقى اسمه بامبرج افكت. وفي اسمه بامبرج ريفلكس. هو الهارت ريت هيزيد. يبقى لما يزيد الفينوس ريتيرن يزيد الهارت ريت. اما من جوه الهارت نفسه بسبب ان الفينوس ريتيرن زياده خلى الفايبر بتاعت الاس ان تبقى ستريتشد شويه خلاص عملناها اكسيتيشن شويه زياده او انه خد اللفه بتاعته من نيرف سنتر لنيرف تاني قبل الهارت ريت. لما ياخد اللفه دي من ريسبتور نيرف سنتر نيرف تاني هارت يبقى اسمه ريفلكس. لكن لما يبقى الاكشن من جوه الهارت نفسه لما الشامبر دي بقت اوسع الالياف بتاعت الاس اي نود بقت اوسع واشتغلت اكتر ودخلت قاعده ايونات اكتر فزاد الهارت ريت اكتر ده اسمه بامبرج افكت او دايركت بلاش اسمه دايركت افكت اسمه دايركت افكت. يبقى لما يزيد الفينوس ريتيرن الهارت ريت هيزيد اما بدايركت افكت او بريفلكس افكت او ريفلكس بار. خلاص في الحالين لما يزيد الفينوس ريتيرن يزيد الهارت ريت. ومن زمان او فرانك ستارن يقول له كان بيقول ايه لما يزيد الفينوس ريتيرن هيزيد الباور اوف كونتراكشن او لما الانيشال لينس بتاع الهارت يزيد هيزيد ايه الباور اوف كونتراكشن. خلاص بنحب قوي فرانك ستارلي وميري وبيمبر بنقول الريفلكس ده بنقول لما يزيد الفينوس ريتيرن يبقى البريشر في الاتريوم ماله بيزيد شويه هيعمل اكسيتيشن لمين؟ للريسبتورز اللي اسمهم اتريال بارو ريسبتور يبعته من خلال الفيغاس للكارديو انهبيتنج سنتر يوقفوه وما تشتغلش خلي الهارت ريت يزيد فيزيد مين؟ الهارت ريت.
كمان هم شوية الدم الزيادة دول بيوسعوا الاتيا فبيأثروا تأثير مباشر على الفينات ويخلوها تشتغل أكتر فيقولوا ده دايما الإفكت مين؟ ليه تأثير الفينوس الاتيا على الإفكت خلاص؟ طب تعالوا شوف التيمو ريسبتورز التيمو ريسبتورز اللي هم موجودين في الأورطة والكومن تراتب اللي هم محسوبين على السكريات ريسبتور بيقول دول حساسين أكتر لمستوى مين؟ الأكسجين فلما يقل الأكسجين أو يزيد ثاني أكسيد الكربون يعملوا إيه؟ يبعتوا ديسشارج للريسبيراتوري سنتر فيساووا ده إيه؟ يبعتوا للهارت للكارديك ريسبيراتوري سنتر يعملوا إنهيبيشن فيزيد مين؟ يزيد الهارت ريت دايما يا إخوانا أول ما تسمع الفلكس تحفظ السيمبتومز وتحفظ الريسبونس وأنت في الفلكس هتعرفها ماشي؟ يعني تقول إيه؟ الكيمو ريسبتور لما يقل الاكسجين بتاع الدم يزيد الهارت ريت ويزيد الريسبيراتوري ريت خلاص تحفظها كده لما ايه لما يقل الاكسجين تنشن يزيد الريسبيراتوري ريت ويزيد الهارت ريت فده انت نفسك عارف مين اللي بيزود الريسبيراتوري ريت الاستيميليشن اللي بتاع مين كاسبيراتوري سيمبل طب ايه اللي يزود الهارت ريت تقول لي حصل انهبيشن لمين للكارديك انهبيتين سيمبل خلاص يبقى دايما تحفظ الستيمولس والريسبونس اول حاجه الكيمو ريسبتور لان هو ايه الريسبتور في دول اللي موجودين في دول بيسميهم بلاسما كيمو ريسبتور دول الحساسيه بتاعتهم دي اكتر حاجه للاكسجين خلاص لما يقل الاكسجين يزيد الهارت ريت ويزيد الريسبتور طيب اللي فات ده كان ايه اللي بيأثر على الهارت ريت من جوه الهارت ريت من جوه الكارديو فاسكولار سيستم طب ايه اللي يأثر تاني على الهارت ريت من بره بقى من مين من الريسبيراتوري سنتر من الريسبيراتوري سنتر فيجينا كلمه اسمها ريسبيراتوري ساينس اريثميا اسمها ايه كلمه دي ريسبيراتوري سنتر انت كنت ريسبيراتوري ساينس اريثميا تمام بيقول لك اثناء الانسبيريشن الهارت ريت بيزيد خلاص واثناء الاكسبيريشن الهارت ريت بيقل اثناء الانسبيريشن الهارت ريت يزيد واثناء الاكسبيريشن الهارت ريت بيقل ودي بتبقى مركوزه قوي بالذات في الاطفال الصغيرين الاطفال الصغيرين مفروض معاهم ان الهارت ريت مع الاكسبيريشن بيزيد مع الاكسبيريشن بيقل والسبب منها الريسبتورز بتاعتنا هنا فين؟ في اللنج في اللنج في الالفيولار الالفيولار بتتمدد بالهواء تبعت البلسوز لمين؟ للهارت للكارديك نيرف سنتر توقفه وتخلي الهارت ريت ايه؟ يزيد طيب خلاص خلصنا كده الريسبيراتور سنتر نشوف التأثير اللي جاي من فين تاني من السيريبرال كورتكس زي ما قلنا من السيريبرال بالايموشنز الكورتكس الايموشنز مثلا في الليب الكورتكس مثلا اللي بيحس بيها مع هايبر ثالاموس تبعت امبلسز تحكم الهارت ريت تزودها او تقللها حسب نوع الايموشنز دي الاكسرسايز اول ما تنوي تعمل اكسرسايز اول ما تنوي تحرك المسلز بتاعتك الكورتكس الموتور اريا تبعت للكارديك سنتر والريسبيراتوري سنتر وتزود مين الهارت ريت في كلمه فوق كده انا ما قلتهاش لسه اسمها ايه كونديشند ريفلكسز كونديشند ريفلكسز في تصرفات معينه مثلا لما تشوف حاجه معينه ايه اللي بتسوي الهارت ريت بتمارين معينة يقل الهارت ريت عارفين في حتى في الهارت ريت بتاعك فدخلك في مود مثلا انت ايه يعني فرحان اكون حاجه ما يوجد ها يقول لك ده هيديك تتحكم في الهارت ريت بتاعك والاستراتيجيه بتاعك بتاعك كل حاجه هو بيديك شويه اوامر كده يقول لك تتخيل موقف مثلا كنت فيه حزين قوي تخيل موقف منفعل قوي تخيل مثلا بتلعب كوره قوي منفعل قوي فلما تحط نفسك انت في المود بتاع الكونديشن دي بتاع الانفعال ازاي قوي ده هيزيد الهارت ريت خلاص لما تحط نفسك في مود ديبريشن قوي هيقل الهارت ريت فده ايه بقى سريبرم فليس مو كونديشن على فكره لو الواحد هو اللي بيحكم الهارت ريت او الريسبيرتوري ريت ما فيش حاجه كده برضه
لو ممكن يموت بسبب ايه؟ بسبب السيفير
برافو يا رب ديو سيدي ما بديش انا بقى كده كلام سمي ايه واحد رب يقول تارجت خلاص يبقى الترم اللي فات دي اسمه ايه نيرفس ريجوليشن في الهارت ريت اسمه ايه نيرفس ريجوليشن في الهارت ريت بعد كده الهيبر ريجوليشن انا بدات بيها لكفايه يوم الادرينالين والنور ادرينالين في الدكتور وانا كل ده بيشوف الهارت ريت بعد كده قلنا الفيت والفولت الريسبون الزياده في الهارت ريت الزياده في الفولت الريسبون الزياده في الهارت ريت ايه الاكسسوارز بتاعتنا طيب يعني بقول لك كل ما درجة حرارة الدم تزيد كل ما الهارت ريت يزيد في اكسبشنز ايوه في اكسبشنز في تيفايد فيفر التيفايد فيفر بيقل معاها الهارت ريت شوية التوكسنز بتاعت الميكروب اللي اسمه بتاع التيفايد ده هو بيغلي جسم الحرارة في الواحد 39 تمام طب انا مثلا لو انا حرارتي 39 زادت 40 3 درجات مش كده معناها ان المفروض الهارت بتاعي يزيد معدل 50 كده برضو لا هتلاقي مع التيفويد فيفر الهارت ريت ما يزيدش 50 يزيد 10 بس مثلا بدل ما 70 80 يبقى 90 لكن ما يزيدش بكامل القوه بتاعته فبنسميها ايه ريليتيف ريليتيف دراج فولج يعني هو يزيد لكن ما يزيدش ايه بالكم كله يعني مش معناها ان انت عيان حرارته 40 وتلاقي الهارت ريت 60 لا تلاقي مثلا 90 خلاص لان هو ال 40 المفروض تبقى الهارت ريت بتاعه فوق 100 يبقى الاكسبشنز بتاعتك ان لما في بعض الفيفرز بعض الحميات بعض الامراض بتعمل ايه؟ يبقى في معاها الفيفر عادي خالص لكن ايه؟ الهارت ريت مش بيزيد معاها بنفس الدرجه زيها برضه الدستيريا لا الدستيريا بقى بيقل مع الهارت ريت بيقل اكشن يعني تلاقي الحرب 40 ده وتلاقي الهارت ريت بتاعه بقى ايه؟ 60 و50 خلاص ده بسبب التوكسينز بتاعت الميكروبات دي بالذات يبقى الاصل في الفيفر ان التمبريتشر لما بتزيد بزياده الهارت ريت ما عدا اثنين التيفويد ومين؟ والدفتريا الدفتريا بالفعل تلاقي الهارت ريت معاها قليل والدفتريا من الاعراض بتاعتها اصلا انها بتعمل هارت فيلير في الاطفال الصغيرين عشان كده في تطعيمات للدفتريا التيفويد لا بيزيد التمبريتشر الهارت ريت بيزيد بدرجه قليله ما بيزيدش قوي من الدرجه الطبيعيه بتاعته لما هارت ريت بس شكرا هات لي اسئله ايوه ان شاء الله